تفضل استاذ. دخلوا هذا رامز كلارك ده، يلا دخلوه. تفضل استاذ. مسمي مطالعه، هو يسخر من نفسه، هو رجل محل سخريه، وطلعوا من القاعه، طلعوا من القاعه، طلعوا من القاعه، اوت جو اوت. و انطوا الى ترى يريدون حجه، ادزه مغفورا الى التحقيق ايا ظل واقف نتلو قرار الحكم. ظل واقف. نعم واقف نتلو قرار الحكم. استمع الى قرار المحكمه واقفا. اسمع القرارات. اي واقفا، كن واقفا. لا جاعد. اوقف. وقفوا. جالس. يا الله لا تطويدي. يلا جوزوا 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 منا جوزوا منا جوزوا منا. لا تطويدي حكي وياك. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل الشعب عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. استاذ ثانيا سيادة القاضي، شخص واقف هنا يعلج ويضحك هذا الشخص يعلج ويضحك ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات ارتكابه إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق. كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استناداً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قراراً بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005 الله أكبر. رابعاً تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استناداً بحكام المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1990 المعدل قراراً حضورياً قابلاً للتمييز أفهم بتاريخ اليوم. أخذوا يتراجع عن موقف